يا ديفلوبر يا راشد، كل ما سوينا شيء خربته. راشد والله انت سويها هذه المره. انا بروح اكلم الكنترول. انا بصنع السالفه. قال المغرب نصرف كهرب، خلها تصرف. هذا وش اسمه؟ هذا حد يسميه صميل وحد يسميه سعن. تدري وش فرق السعن عن الحليب العادي؟ الحليب العادي من يعرف الفرق؟ هذا مخضوض وذاك مو مخضوض. طيب في الطعم؟ الطعم هذاك هذا احمر. هذا احمر. ليه؟ ليه احمر؟ ليه احمر؟ عشان الدباق. لان ذا يدبق. ذكرني بجدتي الله يعمرها بالشيخ. اللهم امين. عند هذه يوم كانت يعني مشيت شوكه كنت معها جنبها. الصميل ذا تدرين كانوا يسمونه؟ بقول لك الصميل. بقول لكم الربع سالفه. انا الصميل كانوا يقولون انها حلبه. ايش اسمه؟ ما هو الصميل للحليب. حلو. القربه للماء. طيب مضبوط. هذا يقول قربه. لا الصميل. صميل. اي صح. الله يذكر جدتي بالخير. والله يا رجال ان كانت ايدينها اخشن من ايدينا، من ايدين الرجال. اذا جيت تسلم يعني راعيه شطه ونسالها نقول يا جده انت الامر هذا ويش؟ ديرها قالت تسوى عن 10 ريال. قالت احنا كنا نحطب ونروح نجيب. كان الشغل كله على هالمره، تطبخ وتحطب وتحلب. البل الحين لو تجي الوحده تقول احلب لنا، لو تقول مسكيني دقيقه ما امسك دقيقه عاد حلبنا. فيهم الخير والبركه. ها صد لكن لا صد الله يا الله استدر. كان وليد توقع البيئه. كان معي عطنا سالفتك. ايات ليه لا تجيبها ولا زمان حقت اللبن حقها. الا انا كان جدتي حليب ينجرون. نجر من يعرف نجر الحليب؟ معروف. انا كنت والله نجر الحليب. لا ما بالنجر. لا انت مش عارف، انت ما جيت الامس تعرف النجر. والله اني لاحقنا عليها. يا سلام. لا تحلم والله. هاوش النجر. خلنا نشوف ذحين. خلني اطرفك للجمهور. هاوش النجر. ايش اسمه؟ القربه. لا ما هو لا حق الحليب ولا تخب. كمل 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 بقربه. وش يا ولد؟ تعرف تحط ميوت شوي؟ حط ميوت شوي. اسمع نجر الحليب من اول يفوحون، يحطوا لهم جدر ويفوحون فيه الحليب ويجيبون المرو الابيض. تعرفون المرو الابيض؟ المرو وش انا؟ المرو الابيض وش الحجر؟ اي الحجر الابيض يسمونه. يوم يشبونه يحطونه مرو يحطونه في الضب. اي هذه اعرفها. لا ما تعرف. ايوه لين تروح حمر. هم يحذفونها في القدر. هذا من اول ينجرون الحليب. لا اما على طاري الجدات. هذا على طاري الجدات. جعل يا ربي ان شاء الله يطول في اعمار الحي منهم ويرحم الميت منهم. ما ادري ناس يسمون رغيف ناس يسمون نجر. شطه هي لابعد الدرجه. جدتي النبي من اول يا الربع، واحده من بزرانها هنا من عمامي هنا في ميزه. دقيقه خلاص ميزه ملحقين. زين في سارها زين. والحطب تاخذها بيمينها وتروح. هم تنزل الحطب ثم ترد الغنم وتجمع الغنم ثم تعود لين تقرب. والله من نفس تقرب تقرب من يسوون عن 10 عمر. الحين الرجال ترى والله العظيم بعض الرجال ما يسوي لنا الحريم. نعم من اول انا اشتك صادق يا ولد كرف وشغل شدد من اول. قال عندنا شديد يا فلانه طوي. هي اللي تطوي صح. هي اللي تطوي. هي اللي تروح العرين. هي اللي تطوي. لا كلها شغاله. لا كلها. لا مره لا كلها شغاله. 10 اسبوع كل شيء ما عندنا شيء بسيط. تدرون الرجال تلقى عند البل عند الحلال. الله يعز ولي العهد محمد بن سلمان. والله اني صادق. هو اللي رجع دور المراه الفعال في كل شيء. وبدت الدوله تتطور لانه رجع دور المراه واعطاها دورها الطبيعي. وبدت الامور تتطور. من اول كان يسوونها ما يسوونها الرجال وقتها. نعم من اول كان الرجال يروح لوظيفته 6-7 شهور. اللي قايمه بالبيت المره، واللي قايمه بالزران المره، واللي قامت بالحلال، واللي حتى لا من جا الضيف يمكن تعرفون السالفه. يعطونه تعطيه السكين وتقول روح اذبح من الغنم. نعم. وعشان اي على طاري السكين تقول يا وليد فيه هالبليه ذي. طيب يذبح لنا من اول يذبح لنا ويضيف. سلفت يا وليد. الحين ما عمتك ولا امك ولا جدتك كانت تقل. الرجال ما هم موجود في البيت وكان يقلط لنا الضيوف على اول خنقه وتقلطه وتقول اقلط فلان غايب. لكن الله يحييك على ليهم كرم المهب على اقول لك سكيت. شفت يا رجال حتى لجس شديد. لجس شديد صبح قالت في واحده انا سول شيء ترى ادري بس ما خليته له سول. ما علي بيجي قدام. ها بيجي اسكت زين. يا حول انت كم عمرك؟ سد كم عمرك؟ 23.
ما لحقت من اللي يقول والله اني لاحق لا 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 يعني تساوي عمرك بعمرها ما بس قطعت عرقيبه والله صح عادي ما اقول لك من اول يجي طيب هذا وش يسوون هنا؟ لبن لا 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 وش يسوون هنا؟ زين انت خلصت الموضوع بعطيك طيب هذا وش يسوون بعطيك سلف لا من جلد يقول من جلد البل غنم 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 من جلد غنم غنم من المعده يقول من جلد البل جلد البل من الاول جلد البل جلد البل من اول ما موجه لك ما موجه لك ثامر ثامر مسوي دعوه شخص لا 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 احنا عندنا والله العظيم شخص لا والله لا لا ما بشخص السالفه لا لا شيء شيء والله انا بشخص اذا الحين تكلم تكلم عمر واسرع انت طب انت الحين على السوالف انا كان اول ما يصلخ انا وعماني والعيال جينا جد تقول انتبهوا للجلد ما يحذونه لا تخربون لا تخربونه ولا تصفقون فيه ولا تسوون فيه شيء علشان يضبط صح يدفن وبلا علشان يضبط صح انت قد عشت في بر في خيمه كم سنه كان كنا خلص المدرسة على طول 3 شهور لا في ناس عاش أنا غربة المطبخ دق مع البل ولا دق مع الحرام شوف يا عمر واجلس لين يجي وش اسمه يا مسلم خلني اكمل سالفتي لا تقوم تربكش معي ترى لا قطعت سالفته ضاق عليك زين فيه مجال يا رجال ولا اقوم اسمع انا ما دريت عنك تقوم ولا تقعد لا اوزيك في ذي واقفل عليك انا سالفتي ماشيه تربكش معي والله ما بعد جابني اللي يحطني في ذا لا لا هكر خليني اكمل سالفتي خل الحرام صلاح هاشم يوم بنعطيك تقول انت قد عشت دور بنعطيك لا يفطروا لك صبح ويقولوا سرح ولا تعود الا عشي ولا عودت عشي يا ويلك ان كان فيه شات الوالد ترى يوم ولدها ونسيتها ولا مفقود طفل ولا طلي ولا يشنكرون عيونك في الكلاليب هذا انت يا ملحقنا طيب حلو وانت يا عمر حصل كانوا يحطونه انا اذكر اني جيت عند جداني انا ما عشت لكن جيت وشفت خوالي وعيال عمي عايشين في البر يدرسون بناتهم وعيالهم من البر يروحون المدرسه ويرجعون اذا جاء الساعه 9 في الليل هذول يعتبرون مواصلين عندهم سراج يدخلون عليه الله يتريك وعندهم حاطين خيمه مجلس وحاطين خيمه غرفه نوم وحاطين خيمه مطبخ يا ولد وحياة بسيطة ياكلون يا النوم بدري والنوم بدري ولكن كلهم يعني ما يشترون شيء من برا يسوونه من الحليب يسوون اللحم اذا تغدوا وبقى لحم تعشوا فيه يسوون النعمة هذا الغبيب ما له شكل جدتي تسوي اللحم هذا بطريقة هو اللحم البايت تعود يطلع احلى منه احلى من اول احلى منه من اول الغبيب شنت الغبيب ذا احنا تدري كيف ناكله الغبيب مشوي الغبيب اللحم المطبوخ البارحه وخلي نصحنه بكره الصباح ناخذ منه هو بارد بارد تاكل بارد بتجمه والله انك تاكل منه لا يسوي على شكل انا لحقت لك انت كلها انا من ناحيتي انا لحقت لتريك انا لحقت لمت وليد انت لحقت على الشعله اللي بالكهرب ما في كهرب انا لم توسطه صدق كلمك صدق لم توسطه كان عندنا وش اسمه المكاين مقاولين يطفي الساعه 9 6 المغرب يطفي الساعه ويشتغل متى يشتغل الضحى من الساعه 10 للساعه 2 ولا من جاء في الليل اسري اكتب الواجب على التريك انت على التريك وفتيله خاتم على خاتم وحالتك ومرسمه وبرايتك وقت ومساحه وكان يدرس الاغراض اللي كنا يا مسر وليد كان يكتب بريشه ابي اشارك الحين بسولف في سالفه انا سالفتي ما والله العظيم اللي سالفه اللي بقولها ما خلصت ما خلصت انك كل شوي ماسك المايك لا لا تدري ليش انا بسولف في ثلاث ايام يا مسلم والله انت والله خليك اكذب انت تكذب انت شيخ صل على النبي بعلمك يا شيخ صل على النبي مسلم لازم تشارك اول شيء لا ما بلا سالفتي ماشيه تربقها لي ما تربق انك بتربق لا لا اخوي لا تقول انت الحين من يوم بدينا اصلا جالس معنا وتكلم كنت منفس شو انت ما نقول والله منفس ابي اشارك انت كل ما ناخذ بعلمك يا شيخ بعلمك وليد بن ناصر هذا بسلم احست الجلسه وحست وليد بن ناصر الا حست لا ليه قوم انت ما انا ماني بقعد وليد انا بقعد هنا ولا عادني بخلي حد يسولف يا شيخ بقعد خلصت سالفه لا ما خلصت لا ما نخليك تسولف ما نخليك تسوي عيد خليني اكمل سالفتي انا مع دقيقه انا وعمر صلاه النبي جبناه صح قلنا نبي جلستين بدون نفس ثقيله
ها 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 وليد 100 يوم مع اهل البزنس يا رجل ما بعد ضجر على احد كثر جرح عليك. شوف ايش انت تسوي، اما انك كريم ولا ثقيل نفس ولا المشكله. اقول كم عمرك؟ يقول عمري 23. ما لحق الميزه ولا لحق الدعوه كله. وش بتشارك؟ شارك انت تشدون مع المعري. والله اني لحق، والله انت لحق الدبس 2014. والله اني لحق الامور تشيل هذا. لا والله اني لحق، لا ما لحق، والله العظيم لحق. يا ابي قول حنا قبل في الخيار يا ابي قول التريك يا اخو عادي كم سالفه انا زين بس خلاص. لا ما بعلك، ما انا مخليك تسولف. انا حق سالفتك بس. لا لا خذ، انا بمحق سالفتك. يلا سالف، يلا سولف. ايوه ما نخلي سولفوا انتم، الرجال ما نخليه يسولف. ها شفتوا؟ شفت الدعوه؟